مرحبا واهلا وسهلا فيكم بمطبخي المتواضع. حلقتي لليوم بكل سفرة بيت موجودة، يا فطور يا غدا يا عشاء، واكيد احيانا بتنعمل بالعصرونية. عم بحكي عن تسقية، بس مش حيلا تسقية، بدي اعملكم ثلاث انواع تسقية: تسقية الباذنجان، تسقية الزهرة، وتسقية القورمة. مقادير وصفة تسقية الباذنجان أو فتة الباذنجان: باذنجان، لبن، طحينة، ثوم، حمص حب، بقدونس لزينة، لوز لزينة، خبز بدنا نقليه بزيت نباتي، وسمنة. مقادير وصفة تسقية الزهرة أو فتة الزهرة: خبز مقلي، زهرة بدنا نقليها، ثوم، حامض، كمون، ملح، لبن، طحينة، ولوز. مقادير وصفة فتة الحمص بالقورمة أو تسقية الحمص بالقورمة: حمص حب، خبز بدنا نقليه، لوز لزينة، سمنة، قورمة جاهزة، لبن، ثوم، بقدونس لزينة. من بعد ما تعرفنا على مقادير وصفتنا لليوم، بدي اشتغل انا وياكم تيبسات او تقنيات التسقية او الفتة. التسقية بيقولوها ببلاد الشام، والفتة بيقولوها بلبنان، بمصر، بدول الخليج، بس الاهم الطعمة والنكهة الطيبة. ودايماً دايماً ما تنسوا تطبخوا بحب. أول شغلة لكل أنواع الفتة رح أشتغلكن نفس الشيء. منجيب الخبز العربي أو الخبز اللبناني، نفتحها بالنص بهيدا الشكل. لازم الخبز اللبناني لأنه رقيق، فنحن بدنا الخبز اللي بتكون رقته هيك كرمال ما يكون كتير سميك بالقلي. بهالوقت نحن عم نفتح الخبز وبدنا نقصه ونفرمه. رح اعلمكم اليوم يا اثنين يا ثلاث طرق لقص الفت. انا وعم بعمل الخبزات رح نحط الزيت النباتي على النار. تقريبا اكثر من نصها للمقلية، لانه بهيدا الزيت بدي اقلي الخبز، بدي اقلي الباذنجان. رح نجيب السكينة ورح اعطيكم الطريقة الحلوة للفت. يا اما منلفها بهيدا الشكل، هيدي اول طريقة، بنعملها شرايح رفيعة. احنا مثل ما قلت لكم عنا ثلاث تسقيات او ثلاث فتات. اول فتة رح اعملها بهي الطريقة الرفيعة جدا، وبنفس الوقت هيدي خرج المناسبات وقت اقليها تكون هيك. هيدا الاول صحن، قد ما فينا رقيقة هيك. تأكدنا نحنا ناخدهم شوي شوي ونبلش نقلي. عم تتحمص الخبز بهذا الشكل، هاي الصينية اللي بدي أقدم فيها الفتة. دغري باخدهم للخبزات وبحطهم على صينية الفتة من بعد ما لونهم يصير أشقر. أول فتة مثل ما قلت لكم هي فتة الباذنجان. رح ناخد الباذنجانة، بدنا نقص أول وحدة، وتاني ميلة، وتالت ميلة.
بهيدا الشكل بناخدهم لهون ومنبلش نشكل أول شي دوائر رفيعة للزينة، لزينة وجه الصينية. هو بدي اياهم هيك زين فيهم. والنص الثاني بدي افرمه بالشكل مربعات متوسطة الحجم. ها وما تنسوا الخبزات صاروا جاهزين، رح نحطهم هون. أهم شيء نغلف قعر الصينية بهذا الشكل. بنقدر نرجع نحط على الوجه شوي. نحن عم نحكي هلأ عن تسقية الباذنجان. رح نحط الباذنجانات واو بهذا الشكل مثل ما شايفين. بدنا نقليهم. هنو عم ينقلوا الباذنجانات، بدي لونهم يكون بهذا الشكل مثل الخبزات. بهالوقت نحن وعم نقلي الباذنجان بدي جهز انا وياكم اللبن يلي بدي احطه على كل انواع التسقيات. بجيب دقة الثوم، عندي لتر من اللبن، بدي احط له حصين من الثوم. كل ما كترنا ثوم كل ما اعطتني الطعم الرائع. رح احط هيدا اول حص من الثوم. انتوا عم تشتغلوا على طول عينكم على مقلى الزيت وعلى مقلى الباذنجان او الزهره عشان ما ننساها. هيدا تاني حص من الثوم. كل ما كترنا ثوم كل ما الطعمه غير شكل. بس انتبهوا اذا بدكم تاكلوا الفته وتناموا دغري الثوم بيعطش، يعني بدنا ننتبه. رح اخذ شوي من الملح ونفس الشيء بدنا نركز انه الملح مع الثوم بيعطش بالليل، خاصة للأشخاص إذا بياكلوا قبل ما يناموا، تاني يوم بدهم يصوموا ما بنعرف، لازم نخفف الثوم والملح. رح أحط شوية كمون بيعطي طعمة طيبة، ورح ضيف ملعقة كبيرة من الطحينة. هيدي الطريقة هي لكل أنواع الفتة، لبن، ثوم، طحينة، ملح، كمون. فيكن نحطوا شوية بابريكا، نخلطهم وبيصيروا جاهزين لكل أنواع الفتة. وهيك تقريباً صارت جاهزة. إذا بتحبوها سميكة شوي منضيف كمان طحينة. وهيدي اللبن صارت جاهزة. بدنا نجهز الحمص. بدي عصير حامض، منضيفهم على الحمص. بدها حبة ثوم صغيرة تعطيها نكهة طيبة. بدها ملعقة صغيرة من الطحينة، رشة كمون، رشة ملح. مثل ما قلت لكم وقت يكون عندنا صيام تاني يوم او بدكم تكونوا بتاكلوها وترجعوا تناموا بتعطش بدكم تنتبهوا تخفف ثوم وملح، لانه الثوم والملح هو اللي بخلي الانسان يشعر بالعطش. الباذنجان صار جاهز. رح نصفي الباذنجانات من الزيت، رح احطهم على وجه الخبزات. ورح اقلي باقي الباذنجان للزينه. هالحبات هو بدنا نزين فيهم.
رح اترك الطبق على جنب لانه اخر شيء بدنا نسكب اللبن وبدنا نسكب الزينه كرمال ما يتش الخبز. دائما بدنا نتعلم انه نجهز وصفتنا ولما يجوا ضيوفنا او يجوا الاولاد او يصير وقت السفره ساعتها بنحط اللبن والزينه عليه. هلا رح احطها على جنب لجهز انا وياكم تسقيه الزهره او فتت الزهره. بدنا نقلي الخبز اللي باقي. هلا انا وياكم بدنا نجهز تسقيه الزهره او القرنبيط. اول شغله بدنا نعملها بدنا نقطع الزهره يكون حجمها صغير. بدي اخذ كم شقفه منها بدنا نقليهم. يلي معود يسلق الزهره قبل ويرجع يقليهم فيهم، انا بدي اعملها على السريع بهيدا الشكل. رح نحط القطع الصغيره من الزهره بدون ما نملحها بدون ولا شيء بهي الطريقه وبدنا نقليهم. بدنا نقطعهم صغار مثل ما شايفين. اوكي فتت القرنبيط او فتت الزهره. نحن بحاجه لخبز مقطع ومقلي بهيدا الشكل. انا رح اقطعه غير طريقه فتت الباذنجان، رح اقطعه بهيدا الشكل مكعبات المربعه متوسطه الحجم بهيدا الشكل. بنصفهم كلهم ومنقطعهم هنيك. قطعناهم شرائح رفيعه، هون بدنا نقطعهم بهيدا الشكل مكعبات. وبدنا نقليهم. فتت الزهرة مثل ما بتعرفوا خبز وزهرة ولبن وطحينة وكمون ولوز وشوية طراطور على الوجه ويامي. قد ما فينا منكتر طحينة وكمون ولوز وكله، ما بنحط لها حمص وما بنحط لها بندوره، يمكن شويه كزبره او بقدونس تعطينا الطعم الرهيب. هلا بدنا نشيل الزهره بهيدا الشكل بهيدا اللون بهيدا الطياب بهيدا الغنج والدلع. بدنا نشيلهم حبه حبه مثل ما شايفين لارجع احط وراهم الخبزات. ساعتها طعمه الخبز بصير نفس طعمه الزهره، رائعه. بهذا الشكل واو. هلا بدنا نطبق انا وياكم
وصفتين، شوية كمون على الخبز، شوية 7 بهارات وقرفة على الخبز، طبعاً شوية ملح على الخبز، شوية لوز على الخبز. هلا بدنا نضيف القرنبيط أو الزهرة على كل صينية بهذا الشكل. شوية لوز على الوجه. نتفت بقدونس الزينة. طبعا رح ناخد اللبن شوي. طحينة مع عصير حامض. شوية ملح على الوجه. وطبعا اخر شيء بنحط لها من هيدا اللبن كثير، بس اخر شيء على التقديم لانه مثل ما قلت لكم عشان ما يتشتش الخبز. وهيك بنزين شويه بندوره، بيطلع صحن ملوكي. هلا بدنا نعمل فتت القورمة. بفتت القورمة بدنا نضيف شوي من السمنه، كثير من القورمة. قورمة هو عبارة عن دهن الخروف مدوب مزبوط مزبوط، منضاف إليه قطع من اللحم، منضل نقليه 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 ليقدد ويصير كثير مقمر، عشان هيك اسمه قورمة. منضيف هيدا اللحم فوق الدهن. هلا رح طفي تحته على الحماوة كرمال ما يطرطش. فتت القورمة منجيب الخبز المحمص، شوية كمون، حمص. هيدي فينا نعملها على طريقة البليلة أو البليلة، لأنه نحن حطينا لها حامض وثوم وكمون ومية الحمص مع الحمص الحب. رح ضيف عليها شوي من الخبز المحمص كمان. رح ضيف عليها شوية بهار. رح آخذ القورمة، اللبن، الله، رح اخذ لوز، رح نشيل من القورمة على الوجه كمان لوز. كمان بقدونس. هيدا اول طبق فتة صار جاهز. فتة الباذنجان، من بعد ما عملنا الخبز والباذنجان رح نشيل ملح، رح شيل شوية بهار، رح اخذ شوية لوز، رح ناخذ الحمص، رح ناخذ لبن، كمان لبن، ناخد باذنجان. دوائر الباذنجان اللي عملتهم بدي شكلهم بهيدا الشكل لهيك يعطيني شكل مرتب وحلو. هيدا اللوز. رح نحط له شقفة بندورة، يعني اللي بتحب جوزة تعمل له تسقاية على طريقة الست بلقيس. وإجا جوزك عم يحضرني رح يقلك بدي التسقاية مثل ما عملتها الست بلقيس.
روعة. وثالث تسقية لليوم هي الزهرة، رح ضيف لها كمان على الاطراف شوية لبن. هون بنحط لها شوية خبز، شوية كمون، صحتين.